أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. لقد حرصت جميع الشرائع السماوية على إرثاء القيم والمبادئ التي من شأنها قيام المجتمعات واستمرارها، وصدق الشاعر حين قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أعزائي المشاهدين، بنعرض لحضراتكم النهاردة قضية مجتمعية لا أبالغ حين أقول أنها قضية يندى لها الجبين وتدمع لها العيون. إن المجتمعات تعرفت على فضيلة بر الآباء، بر الأبناء للآباء، ولكن هل انتبهت المجتمعات لبر الآباء للأبناء؟ وقد يسأل البعض: كيف يكون بر الآباء للأبناء؟ أقول لهم: لقد أجاب عن هذا السؤال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الناس: إذا كان هناك بر من الأبناء إلى الآباء، فهل يوجد هناك بر من الآباء للأبناء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن من حق الابن على أبيه أن يختار له اسمه وأن يختار له أمه. إذا كان ضيف حلقتنا اليوم استطاع أن يختار لأبنائه أسماءهم، فهل استطاع أن يختار لهم أمهم؟ مدحت ويلسون، المواطن المصري، تزوجت زوجته زواج كنسي وهي على ذمته. ليس هذا فحسب، بل أنجبت من زوجها الثاني. اتهمته زوجته بالاغتصاب والخطف، باعوه أصدقائه ومحاميه بحفنة من الدولارات. اسمحوا لي قبل ما أبدأ حواري مع ضيوف النهاردة أرحب بالأستاذ مدحت ويلسون صاحب هذه القضية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد، ورحب بي. شكرا على التقدمة الجميلة دي، وانا شاكر شعورك والكلمات اللي انت قلتها دي مؤثره جدا. ربنا يخليك يا فندم. ورحب بالاستاذ عيسى منير. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا فندم، ومبسوطين ان احنا معاك النهارده. ربنا يخليك يا فندم. الفنان عيسى منير الراجل كتر خيره واقف مع الاستاذ مدحت من بدايه القضيه وبيحاول يساعده بكل ما اوتى من قوه. خلوني ابدا مع الاستاذ مدحت. استاذ مدحت، بعد ما نوهنا المشاهد الكريم عن طبيعة هذه القضية المطروحة، أكيد هناك في شغف كبير لدى المشاهد لمعرفة هذه القضية وابتدت إزاي. احكي لنا بالتفصيل اللي حصل. القضية أنا بس برضو يعني قبل ما حضرتك تبدأ، حابب أنوه أن الأستاذ مدحت عندما سيتحدث بالمستندات والوثائق والأدلة التي تثبت صحة كلامه، وأن هذا الكلام سيكون على مسؤولية الراوي. ومن باب المهنية والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، حابب أنوه أيضا أن للسيدة موضوع الحوار بصفتها أحد أطراف هذه القضية حق الرد. تفضل يا فندم. متشكرين يا فندم على التقدمة الجميلة. بتقدم الشكر للأستاذ عيسى منير الفنان العظيم على أنه هو بقدر الإمكان بيحاول يساعدني، وأنا بدون حرج على القناة ليكم أنا بطرح جميع المستندات الرسمية، وبقولها بكل صدق وأمانة، أنا متحمل المسؤولية القضائية في أي شيء كان وعلى أي شيء كان بخصوص الأوراق والمستندات اللي أنا أقدمها. نعم. القضية يا فندم، أنا متزوج من السيدة مريم عادل حليم موسى من 11/2005، أنجبت منها ولد وبنت كرولوس وكارين. نعم. في ذلك الوقت أنا كنت بعمل في دولة اليونان، وكنت بحاول أساعد قدر من الإمكان الأهل والقرايب، لأن عندهم ظروف معاشية ضيقة، خصوصا الأب طالع على المعاش وظروف المعيشة صعبة. نعم. حاولت بقدر الإمكان، ساعدت الأخ في الجواز، ساعدت كل دبوة أنا معايا وثائق مستندات بيه. نعم. ساعدته أنه خدته على اليونان وعرفته على ناس وشغل وكل شيء، وده لا يهمني في شيء ولا يمس قضية المال، لأن عندنا آية في الكتاب المقدس بتقول لك: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه. نعم. أهم شيء في الحياة أن أنت ما تخسرش نفسك. صح. القضية أن امرأة تتهم زوجها بالاغتصاب والخطف، تروح على قسم الشرطة وتتهم جوزها، فين العقل وفين الدين؟ نعم. أي دين كان، أي رسالة كانت، موسى النبي عليه السلام قال كده في شريعة التوراة، السيد المسيح قال كده، الشريعة الإسلامية قالت كده، أن المرأة تتهم زوجها اغتصاب. ده في آية في القرآن بتقول: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك وعيالك لأبيك. نعم.
فين العقل؟ ده سيدنا سليمان الحكيم لما تكلم على نعمة العقل اللي أعطاه ربنا قال له تطلب مني مال يا سليمان؟ قال له مش عاوز مال. تطلب مني جاه وسلطة يا سليمان؟ قال له مش عاوز، عاوز تديني نعمة العقل. نعم. ده بيقول لك بعد أن فحصت قلبي وشرحت صدري بخم مع ذلك عقلي يرشدني إلى الحكمة. نعم. فين الست اللي اتهم جثة باغتصابه؟ فين العقل؟ نعم. بأي دين ولا أي تربية أو أي مبادئ وأسس اللي تعلمنا عليها هنا في مصر وتربينا عليها في الكنيسة والجامع؟ نعم. بأي مبادئ إن امرأة أعول أهلها طوال فترة حياتي واخدها وسافر على أمريكا واشتغل 13 ساعة يومياً؟ عشان اسدد لابوها مصاريف ومصاريف ومصاريف وابعت له باسامي ناس اصدقائي. نعم. من على الحرج ده 500 ده 600، من على الحرج؟ وده لا يعنيني شيئا ولا بحكي فيه المال، انا مش جاي اطرح قضيه مال، انا جاي اطرح قضيه راي عام. نعم. امراه غدر وخيانه، عرفت ازاي النهارده شمشوم الجبار وقع في الخط، وقع انه يبقى زي الطور في الساقه؟ سيدنا أيوب عمل إيه في حياته عشان ربنا يجره؟ ومع ذلك أنا بشكر نعمة ربنا للتجربة المرة اللي أنا شفتها دي. اتحبست 6 سنوات، اتبهدلت، خسرت كل شيء. دي قسيمة جواز الكنسي بيني وبين السيدة مريم عادل الحليم موسى زوجتي، ومختومة بختم محكمة أبو جرجاس البلد والكنيسة، وعليها أسامي 2 شهود وعليها اسم الكهنة اللي جوزوني. نعم. وأوراق رسمية. الست دي ما زالت على اسمي حتى الآن، ولجأت للكنيسة أكتر من مرة بقول لهم الست دي اتجوز جواز كنسي وعلى ذلك على ذمتي. نعم. واتكلمت مع آباء الكهنة، قابلت الأنبا استفانوس في دير المحرة. نعم. وقابلت الأنبا مكارس. يا سيدنا حللي، قال لي هي اتجوزت. قلت له طب اديني حل اروح اروح للوقت اللي للسجل المدني اقول له ايه؟ اقول له الست دي اتجوزت، هيقول لي هات قسيم الجواز. اقول له طلقت، فاقول له هات قسيم الطلاق. باي شرع اقدم انا اي مستندات؟ نعم. مفيش اي قانون يحكم الكلام، لازم يكون ليه مستند رسمي. ادي الست زوجتي على ذمتي حتى الان، وده يثبت اكتر باخراج القيد العائلي وهي على ذمتي. وده الاصلي يا استاذ محمد، اتفضل. نعم. يا فندم، ده الاصلي وشهاده قسيم الجواز كمبيوتر اصليه من مركز ابو جرجاس. اتفضل يا استاذ عيسى، اهي رسميه. انا لم اضرب حد بالباطل. نعم. انا مش هرمي طوبه في الميه عشان تفضفض عليا ويرفع عليا قضيه. كل كل شيء له مستندات رسميه. السيدة مريم عادل حليم موسى خدتها على أمريكا معايا. احكي لنا بقى الحكاية من البداية خالص. من البداية. اتفضل. بعد أن تزوجت مريم وربنا أنعم علي بعد يعني بعد ما نوهنا إن كل حاجة نتكلم فيها هنتكلم بالورق مستندات رسمية والوثائق بعد ما أنعم علي ربنا. وجدتني أنا كنت مقيم في داخل الاتحاد الأوروبي ومعايا إقامة داخل اليونان. ربنا انعم عليا بالهجر للولايات المتحده الامريكيه، قلت خلاص اخد ولادي اعلمهم من هناك، انتفع بهم هناك. كنت بشتغل كل يوم 13 ساعه لان الشغل في امريكا بالساعه. كنت بحاول اطلب من الدوله مساعدات لاني مدخل عيالي في مدارس اسمها كاتليك سكول، ودي مدارس غاليه جدا. نعم. السيده في سنه 2013 بتطلب مني مساعده الاخت الاصغر لجوازها، تحويل مبالغ مادية باسم ناس محترمين. اخت زوجتي صغيرة، ناس محترمين. نعم. اعرفهم 500 600، وده موجود والاب بيسحب من البنك موجود على رصيده باسامي ناس مختلفين. تمام. بعد ما تنزل 10,000 دولار عشان تحضر قيمة انها تحضر فرح اختها، 10,000 دولار اتكلفت بيهم انا بما فيهم تذاكر اولادها وطيران وحتى مشروبات الروحية اللي طلبها ابوها. No. والحاجات اللي طلبها غير مش عاوز نحكي فيها، غير لائق ان الواحد يحكي فيها من المشروبات الروحيه. تمام. كل اتكلفت بيه ولا يعنيني شيئا هذا المادة. ازاي المره رجعت معه وبدات رحله الغدر والخيانه في 2013؟ تمام. بتروح هي على قسم الشرطه هي وصديق، بس ايه السبب اللي هتروح على قسم الشرطه تتهمها في امريكا؟ طبعا يا مدحت في امريكا وتحديدا في مدينه كليفلاند.
اهايو انا كنت مقيم هناك وما زالت معايا الاوراق هنا. تمام. بتروح هي والصديق على قسم الشرطه، بس على اي اساس هي تروح للصديق تبادر هذا العمليه؟ السيده مريم موسى انقطعت عني فتره من شهر 9 اوائل شهر 9 قطاع رسمي نهائيا. تمام. بتنام هي في اوضه وانا في اوضه. تمام. بدات رحله الخيانه مع الصديق. نعم. كانت تعاني من امراض جنسيه. نعم. يسموها باللغه الانجليزيه ادفكشن، وكشفت في مستشفى امريكا وتحديدا مستشفى مترو تعاني من التهابات. نعم. يسموها ادفكشن، وصابت بمرض معدي اسمه الهربس. نعم. امريكا دوله متحضره. لما تروح المره تكشف مره وتاني مره هو ما شايف عنده على الكمبيوتر مين الست دي ومين جوزها. نعم. قال لها انت بتلعبي من ورا جوزك، ده غلط. قلت له، قال لها انت اتصبت بمرض جنسي، انا ما اقدرش اعالجك، انت جيت في 19/9 موجود على التقرير الطبي بتاعها، و10/10 ثلاث اسابيع تكشف مرتين في ثلاث اسابيع صابت بالمرض الجنسي المعدي. نعم. الدكتور بيقول لها لازم جوزك يجي يكشف. قالت له ده جوزي. ما قالتلوش انا بخون جوزي. نعم. قال لها لازم جوزك يجي يكشف. بتاريخ 15/10 بعتت لي المستشفى جواب ان انا اروح اكشف عندي مرض. نعم. عشان مش كل هي مره تروح وتيجي تروح وتيجي. نعم. لازم يعالج الطرفين. التحضر في امريكا يفوق العقل في الطب. تمام. وده حقيقه نشهدها. والقضية دي أنا بطرحها قضية أفراد وليس لها داعي بالدولة الأمريكية. تمام. وبناشد بها سيادة السفير الأمريكي، بقول له يا سيادة السفير الأمريكي باسم الشهداء اللي ماتوا في العراق. نعم. باسم كل شهيد مات. نعم. من الجيش الأمريكي عشان يرفع كلمة الحق. هو ده اللي أنا عاوزه، كلمة الحق. نعم. أنا مش عاوز أضرب حد بالباطل. نعم. أنا ظلمت واتبهدلت وضربت في السجن بسبب أخطاء محاميين. ادي التقرير. الست مريم عادل حليم موسى بتروح على قسم الشرطه هي والصديق. هي بتعرفش تحكي انجليزي، مين المترجم بتاعها؟ الصديق. تمام. على اساس المرض. هو فكر تفكير هذا الشخص الصديق اللي امه ماتت في 2018، انا عطيته دفن امه بفلوسي، وانا امي ماتت وانا متهم في السجن. تمام. وابويا مات وانا متهم في السجن في قضيه اغتصاب مراتي. تمام. ده اي عدل واي دين؟ ده محضر الاغتصاب، مترجم من الاستاذ خير، ترجمة رسمية وعليه اختامه، وده باللغة الانجليزية. محضر الاغتصاب اهو يا فندم، اهو اتفضل. عربي وانجليزي. وبشكر الاستاذ خير ساعدنا في الترجمة مجانا. واقرا محضر الاغتصاب ازاي مرة بتدعي على جوزها ان خطفها واغتصبها وانا عايش معاها في نفس البيت. نعم. ازاي انا العقل ده؟ فين التفكير؟ وصل للمرأة دي نتهم هذا التهمة البلاء، تتهمني خطفتها واغتصبها، ومين المترجم بتاعها؟ الصديق. صديقك. الصديق. لازم برضو ذكر استاذ عيسى. نعم. مش هنقول اسم. نعم. حد. نعم. وعاوز اقول انا متحمل جميع المسؤولية، وهالقضية مطروحة على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى صفحة الرسمية. يا جماعة الجميع لحق الرد، يعني طبعا. الطرف الاخر ومن حق ابوها بصفته محور من محاور القضية ليهم حق الرد طبعا. في اي وقت. اتفضل. قدامك محضر الاغتصاب مترجم عربي وانجليزي، بتتهمني بالخطف واغتصاب، وتقول في المحضر من فوق باللغة الانجليزية ان انا بغتصبها من سنة 2011، وانا في 2011 ما كنتش في امريكا. في 2011 فوق معلم عليه بسيادتك بالاصفر. نعم. وده محضر الرسمي ومعلم عليه بالقلم الاصلي. نعم. وده اتفضل يا استاذ عيسى. وده بعد فتره الزوجه قررت. نعم. هي والصديق ان ياخدوا شقه مفروشه على حسابه. نعم. ان هو يدفع المصاريف والتكاليف، وتقول لاهلها في مصر ان الحكومه هي اللي هتدفع للايجار. نعم. خدت على هذا التقرير بتاعها، خدوا شقة مفروشة بتاريخ 11/11 عيد في أمريكا اسمه باتريس دي. نعم. هي تركت البيت يوم 8/11 يوم الجمعة 2013. نعم. يوم 11/11 أنا رايح أكشف في المستشفى لأن عندي سن، بلغت المستشفى أن أنا عندي سن عاوز أخلعها. هي عرفت أما قلت لها أنت سبت البيت وما ترجعيش تاني خلاص وهنبدأ على الانفصال، أنا راجل بحب حل السلمي. نعم. واتصلت باباها وقلت له الكلام ده، الست اللي تبيت ليله بره بيت جوسه ما تلزمنيش وما عارفش مكانها.
رحت انا على مستشفى، راح جت معايا على المستشفى ليه؟ خافت لا انا اقدم الاي دي بتاعت المستشفى، يقول له تعالى احنا بعتنا لك انت عندك كذا وكذا وكذا وكذا، ومراتك بتعاني من امراض جنسيه. طب ازاي وانا بنام في البيت بعيد عنها، وساعات بنام في العربيه بعيد عنها، وبقول لابوها انا بنام في العربيه ازاي؟ الست اللي انا كنت بعلمها درس السواقه $100 في الحصه تعمل فيا كده وبصرف عليها لا ازاي؟ ومين الصديق بتخني مع صديقه وتغدر بيا تتهمنا بالخطف والاغتصاب؟ ايه نعم. العبد على هذا الاساس احد الاصدقاء وبدون مطارح اسامي قال لا مفيش ست، مراتك ما بتشتغلش شغلها، كانت في الوقت ده بتشتغل في مطعم، شغلها ما يجيبش ايجار البيت بس، هي محتاجه $1200 كل شهر، هتجيبهم منين؟ 500 ايجار وكهرباء وغيز وبنزين عربيه والانشورنس، وعاوزه تشتري بيها حاجات للاولاد كنيكس والصابون والحاجات اللي زي دي، هتجيب منين $1200 في الشهر؟ هي ما تشتغلش $800 كده، تشتغل في مطعم $800 في الشهر. نعم. هتجيب منين؟ لا ده في حد بيلعب في دماغ. على هذا اساس ايه سبب ان انا عرفت سكنها؟ السيده بطلت انها قررت تتعالج هي والصديق، تتعالج ويبعتوا يجيبوا ايه من مصر؟ العلاج من مصر. ابوها بعت العلاج وهي مفهم ابوها بتقول له ايه؟ ان جوزي بينام مع ستات وجاب له المرض يا بابا. وانا شريفه يا بابا. طيب هل العلاج دوت اللي بعته يجيبوه من مصر جه على عنوانك انت؟ اللي حصل ما هو اللي حصل هنا اللي اكتشفت بيه السكن. اتفضل. في شاب من بلدهم سواق بدون طرح اسمه، ابن خالته مسافر على نيويورك. في نيويورك عاوز يبعت العلاج يا استاذ عيسى فوق باكس. امريكا بعد احداث سبتمبر وبعد اللي بيحصل انفجارات في باكس، ساعات بيحصل فيها انفجارات ده، بتقول لك لو انت عندك شيء هتبعته باكس لازم تحطه لنا وتقول لي ده ايه وده ايه وده ايه. الراجل بيحط الادويه وجار اساميها كلها امراض للامراض الجنسيه. اتصل علي على التليفون بيقول لي يا استاذ مدحت انت مريض؟ قلت له مريض بيه؟ عندك مرض جنسي؟ قلت له لا يمكن يا عم، ده انا اديني شهرين انا ومرته منفصلين عن بعض. قال لي دي مراتك جايبه ادويه لتعالج واحد عنده مرض، وهي وعلاج لواحده ست، يعني جايبه للراجل وللست. هو فحص الدواء. قلت له لا. قال لي مراتك بعتت لي عنوان غير العنوان اللي انت قلت لي عليه. قلت له معلش انا ضعيف في اللغه الانجليزيه وانا شغال الوقت بيزي زحمه عليا الشغل. في المحل اللي انا شغال فيه ممكن تبعت لي العنوان في رساله. ده عنوان السكن اللي هي واخداه، اللي هي واخداه هي السكن الخاص بتاعها. نعم. وكان واخداه من شهر 10 وانا مش دريان، وبتردد عليه ان مش معقوله يروحوا على الاوتيلات، الاوتيل ب $80 في الساعه ولا الساعتين، هيصرفوا على الاوتيل ولا يصرفوا عليه؟ نعم. خد العنوان من يوم الاثنين ده رايح المستشفى يوم 11 الصبح، انا جت لي الساعه 7 الصبح واقفه لي بره الباب. بتقول لي ما تروحش المستشفى لحالك، ليه؟ عشان لما اقدم الاي دي هي تلاقي نفسها وتنجي روحها من الكلام وتكون حاضره في الحوار. نعم. خدت انا بعضي ورحنا المستشفى، لقينا المستشفى زحمه، وهي اللي دخلت كلمت البت وتقول لي انت اقعد مثل ان اسنانك وجعاك واقعد مثل وانا هكلم البت. قلت لها فات انا بتكلم انجليزي عنها لان انا شغال في محلات. رفضت هي تكلم، هي كلها تتكلم. قلت لها ما فيش مشاكل، وانا وقلت لها انا وانا جاي في العربيه قلت لها انا مقرر الانفصال. قالت لي لا ده انا شهر وهرجع لك، اوعى تفضحني، اوعى تعرف بيتي، اوعى تدور عليا، اوعى تسال عليا، اوعى تمشي ورايا. ايه يا عم التحذيرات ده؟ ما انت مراتي. بعد ما سبتها يا استاذ عيسى بحوالي ساعة خدت العربية بتاعتي وانا معايا العنوان ورحت على بيتها. عنوان سكنها. عنوان سكنها. انا معاد الشغل بتاعي الساعة 10 الصبح افتح، الساعة 10 بالليل اقفل. 12 ساعة يوميا. رحت قدام دخلت على عنوان سكنها في الشارع اللي هي ساكنة فيه، لقيت عربيتها هي وعربية الصديق. ايه ده اللي جابه عنا؟ اتصلت عليها على التليفون فين؟ انزل كذا كذا، وعليت صوتي في الشارع نزل. اقسم برب العز يا استاذ عيسى واستاذ محمد وبجميع الاديان اللي نزلها ربنا ان نزلانه لابسه البنطلون على السلم. شفت عقل الشت عياله في المدرسه اعمل ايه؟ اقتلها واضيع روحي واضيع عيالي؟ لا ما انا انفصل عنها وتروح لحالها. ايه اللي ورتني؟ ما هو راسم خطته هذا الوقت على ان انا اقتلها. ولما راسم خطتها انها تتهمني باغتصاب
على ان انا ممكن اقتلها تتوجه ليا التهمه دغري ما اتهمها باغتصاب حتى لو نام معاها. القانون الامريكي بيسمح بكده، حتى لو مسكت زوجتك نايمه مع حد بيسمح بكده في حاله بالقانون. ان الزوجه ليها سكن خاص، لكن لا يسمح هذا القانون ولو في بيتها في بيت الزوجيه لو بمزاجها ما عندكش اي شغل. القانون في امريكا ما صرح بالعلاقات الجنسيه حتى لو في بيت الزوجيه طيب. في بيت الزوجيه يمكن القانون يتعاطف معاك لو عملت اصابه للاثنين يتعاطف معاك القانون ان اذا حد لقيت راجل في بيتك واذا كان عقد الايجار باسمك يتعاطف معاك القانون الامريكي تمام. اما لما يكون البيت هو ذكي اتاجر البيت باسمها هي هو هيدفع الايجار والمصاريف وهو بيتها باسم هي عشان اي حاجه هتحصل ربنا هنقتحم عليهم البيت. طلعت لقيت الاستاذ متخبي في الحمام، اتصلت بالاب ومسجل المكالمه التليفونيه على تليفونه. بيتك مش معرفاني بيتها ومعاها راجل فين؟ قالت لي ده جاي يركب له شطاف يا بابا. حتى لما اتسال في المحكمه القانون في امريكا بيقول ممنوع تشتغل اي مهنه الا برخصه. سالوه في المحكمه قالوا له يا استاذ انت معاك رخصه تركب شطافات؟ قال ده اعمال عمل انساني وانا معين خدمات اجتماعيه في الكنيسه المصريه. شوف ازاي عمل انساني عمل انسان ومعين خدمات اجتماعيه في الكنيسه ويعلمونا في الكنيسه نركب شطافات. كلمت مع ابونا قلت له يا ابانا ارفع ده يبيني كريم اهلا بيكم في مدرسه الصنايع الكنيسه المصريه مدرسه الصنايع التعليم الفني وده موجود في الترانسكريبت ومعايا ترانسكريبت بكل الاقوال المحكمه. طيب لم اتهم انا هنقف بس لغايه النقطه دي واروح للاستاذ عيسى. استاذ عيسى علاقتك ايه بمدحت ودورك ايه في القضيه بتاعته؟ مدحت اتعرفت عليه من حوالي عده اشهر عن طريق احد الاقارب بمحافظه المنيا ومدحت طلب مساعدتي في القضيه بتاعته بصفتي قريب من الميديا والتمثيل فهو حب ان هو يطرح قضيته على المستوى العام وكتبقى قضيه راي عام لان حد في ظروف الاخ مدحت بعد ما تعرض لكل هذه المضايقات والمشاكل اللي حصلت له في امريكا وتم ترحيله من امريكا للقاهره اصبح هو متكتف دلوقتي مش عارف ياخد حقه. وفي نفس الوقت يمكن بعد ما مدحت يكمل القضيه بتاعته والمشكله بتاعته هنعرف ان هو تم سجنه حوالي 6.5 سنين في امريكا. هنتكلم برضو في نقطه الحبس وبعد خروجه من السجن مدحت ترحل من امريكا من الولايات المتحده الامريكيه للقاهره فاصبح صوته مش مسموع. فانا الحقيقه تعاطفت مع مدحت جدا بعد ما سمعت اللي حصل له. اي حد في مكاننا واي راجل واي رجل شرقي يتعرض لمثل هذه المواقف هتبقى صعبه عليه قوي. طيب استاذ عيسى بتشوف ازاي دور الدراما المصريه في التعامل مع مثل هذه القضايا من الناحيه العلاجيه او الناحيه التوعويه؟ بص يا استاذ محمد الدراما طول عمرها والفن طول عمره بيحاول يقدم الصوره اللي موجوده في المجتمع ويمكن على مر تاريخ الدراما الفنيه من زمان لحد النهارده بتلاقي الدراما بتقدم قصص وحكايات دراميه بتتكلم على اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا. يمكن من زمان اتناولت الدراما قضايا كتير يعني لان الفن نفسه والدراما نفسها انعكاس للواقع اللي بنعيش فيه ويمكن قضايا كتير ومشاكل كتير وجنايات بتتحول لافلام وبتتحول لمسلسلات وبتلاقي اعجاب وبتلاقي قبول من الجمهور في اي مكان لانها فعلا بتبقى قصه حدثت بالفعل وبيهتم الجمهور انه يسمعها ويتعلم منها. ويمكن زمان في الافلام وفي المسلسلات القديمه كنا بنلاقي حلول جوه المسلسل لدرجه ان كنت بتلاقي في نهايه المسلسل نهايه سعيده في كل المسلسلات والافلام القديمه يعني. يمكن ابتدينا دلوقتي او من فتره المواضيع بتبقى مختلفه شويه في المعالجه وفي النهايات باختلاف التقدم وباختلاف الزمن وفي نفس الوقت احنا دخلنا مرحله السينما المصريه والدراما المصريه
اصبحت لها تاثير في في الميديا وفي السوق العالمي. ابتدينا نخش مرحله كبيره، ويمكن ده واضح في اخر اعمال مصر بتعملها. يعني مثال مثلا مسلسل الجميل ما وراء الطبيعه، شفنا مسلسل عالمي جميل بننافس فيه. انما دلوقتي ابتدت تبقى النهايات مختلفه، بنلاقي البطل بيموت في النهايه، وبنلاقي ساعات الشر بينتصر في النهايه، عكس افلام ومسلسلات زمان كان دايما الخير هو اللي ينتصر. دلوقتي ساعات الشر ينتصر. فقضيه زي قضيه مدحت، يمكن انا اول وهو بيتكلم معايا، يمكن الاخ مدحت كان بيكلمني 12 صباحا لحد 6 صباحا بيحكي لي قصته، انا حاسس ان انا بتفرج على فيلم. فيلم عربي فعلا. فيلم عربي، قصه كبيره وفيها احداث كبيره لا يمكن مؤلف يتخيلها يعني. نعم طيب. انا هرجع تاني لاستاذ مدحت. شو بعد ما حضرتك رحت الشقه اللي بعت لك العنوان لقيته في الحمام، بعد كده ايه اللي تم؟ حصل صراع، طلبت منه انه يسيب البيت. قال لي لا، القانون الامريكي بيقول ان البيت ده بيتها وهي حره تدخل اللي هي عاوزاه. قلت له بس دي مراتي. قال لي حتى لو مراتك بحل بالعقل. اتصلت بابوها عشان يتدخل في الموضوع. هي طلبت منه يمشي في بدايه الامر، بس هو خاف، لانه هو ساعتها كان في العلاقه، خاف لا يحصل انا اقتلها او شيء. حط في دماغه كده هو على طول هو ممكن يشيل الليله، لانه هو المتاجر الشقه وراح معاه عند صاحب الشقه، هو اللي اتكلم معاه وهو اللي اتصل بالشخص. يا جماعه حاولوا تجيبوا لنا والد الزوجه او اخو الزوجه على التليفون لو سمحتوا. ده المحضر يا فندم اللي حرروا ضدي. هي والصديق ان انا حاولت اقتلهم مره تقول بسكينه، والمحضر ده انا ما اتحكمتش فيه في المحكمه، وده باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه ومترجم من الاستاذ خير ومعتمد رسميا يا فندم. هو اتفضل. نعم. ده المحضر يا فندم. وبعدين اللي ثبت عليه هو قال اتضربني بسكينه، هو قال الاخ حاول. اتصلت بابوه عشان يسمع الرساله وماسك التليفون في ايدي. يا استاذ عيسى وانت عارف زي الصراع، المطبخ موجود معانا، وجوه الحمام والمطبخ مفتوحين على بعض. دي في شقه اللي هو متأجرها. شقه متأجرها هو متأجرها، يدفع لها على جار مصاريفه ومكتوبه باسمها هي. تمام. ومفروشه فرش كامل يا استاذ عيسى. حاولت انا احوش ايدي. هي الاخ طبعا بيحب ياكل جمبري الصبح، واخد بالك، حم ميه سخنه تغلي وحاططها على حله النار محطوطه كده. انا واقف وعاطي ظهر البوتاجاز، هي حاولت تاخد مني التليفون اكتر من مره، شديت راحت غطى الحله لحل صحه في وشي. التوازي بين نفسها راحت داست على اليد بتاع الحله، راحت اتكبت على مصر. طيب. انا لم المس الحله. هنستوقف عند هذه النقطه وهاخد فاصل وارجع نكمل حوارنا مره اخرى. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع مره اخرى. ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين في حديثنا الشيق مع الاستاذ مدحت ويلسون والفنان عيسى منير. برضو عايز انوه للساده المشاهدين، احنا حاولنا الاتصال بوالد الزوجه الاستاذ عادل حليم موسى، والراجل رد علينا وقال انا ماليش علاقه بالموضوع، علشان برضو زي ما نوهنا في اول الحلقه اي حد طرف في هذه القضيه له حق الرد. اتفضل استاذ مدحت كمل كلام. بعد انا حصل الشراع بينه وبينه عشان يرفض يمشي، واتصلت بالاب، راح هو اتصل على الشرطه، جت الشرطه خدتني انا من البيت. نعم. تحولت على مبنى الداون تاون في مدينه كليفلاند المحكمه، وانا واقف تاني يوم لقدام القاضي بقول له يا حضره القاضي الست دي مراتي. نعم. والشخص ده على علاقه بيها غير شرعيه، وده يمس عيالي وبيتي وديني وحياتي. قال لي القاضي 10,000 دولار غرامه، 100,000 دولار وتدفع 10% 10,000 دولار. قلت له اجيب منين؟ حبست انا. بعدها هي طلعت من المستشفى، لما راحت كبت عليها الماء السخنه طلعت من المستشفى، راح خدها الصديق، والدكتور قال في المحكمه ان هو ما رضيش يخليها تبيت المحكمه، لان انا قلت للقاضي الست دي بتخوني مع صديقي، وانا عاوز تحليل الداني ليها وليا. فعلا حصل تحليل داني؟ ما حصلش. هو عارف الكلام ده الصديق، راح طلعها من المستشفى قبل ما المحكمه تحولها لتحليل الداني، ويطلب المحكمه تطلب من المستشفى البيت عندكم حولها لكشف الطبي. راح على بعد ما نزلت الجلسه على طول ب10 دقائق راح طلب من المستشفى تطلعها، قالوا له دي محروقه ولازم تقعد شويه، قال لهم لا لازم تطلع لوحدها.
عندك الدليل واضح وصريح، محضر الاغتصاب اللي جه في شهر 10 جه بعد محضر الضرب. المفروض محضر الاغتصاب يجي الاول، لا عملاه شهر 10 و15 10، لا ده محضر الضرب جه قبل محضر الاغتصاب ب 107 محضر. عندك واخد بالك؟ عندك الرقم قدام سيادتك ده محضر الاغتصاب اخره 239، اما محضر الضرب اخره 132. عندك الرقم فوق يا استاذ عيسى، يعني الاغتصاب اللي اتعمل في شهر 10 جه بعديه الضرب، طلعت من المستشفى راحت على قسم الشرطه هي والشخص، سحبوا محضر الاغتصاب وقدموا للمحكمه. عذاب الدنيا شفته انا. انت عارفين يعني تتهم في قضيه اغتصاب في امريكا؟ دي قضايا يسموها في الولايات المتحده الامريكيه من الدرجه الاولى، القتل والاغتصاب والاعتداء بالسلاح. ده بيسموه بامريكا فالري وان. جت الشرطه عليا خدت لي كلبشات ايديا ورجليا وخطوني زنزانه انفرادي 6 شهور. عايزين بقى نتكلم على موضوع الحبس. 6 شهور وانا قاعد مستنيها في المحكمه على الحكم. والمده اللي قضيتها في السجون الامريكيه انت بتقول 6 سنين. 6 سنين. اللي حصل يا فندم انا قعدت 6 شهور الاولانيين منتظر محاكمه. نعم. المحكمة عرفت ان انا ما عنديش قدر من المهم، راحت عيلتني محامي ستي وهو من اصول مصرية. نعم. ومش هقول اسمه، هو موجود على السوشيال ميديا على الصفحة بتاعته والاوراق بتاعته. نعم. المحامي قال لي هات انا حل ودي مع مراتك. شرحت له كل وضع بينها وبين الشخص ده بالتاريخ والساعة والوضع. نعم. بزيارة بعض الاصدقاء اللي اسمه مسجلين على اسمي. قلت له حولني التحليل الدي ان ايه لقضيه الاغتصاب، الحاكم النهائي في قضيه الاغتصاب هو التقارير الطبيه. لا يمكن اي قاضي في العالم يحكم عليك بالحبس وانت انسان بريء طبقا للملف الطبي بتاعك وتحليل الدي ان ايه، لا يمكن. خد مني رقم التليفون بتاعي وسيدي موارد جميل والاستاذ انا ما عارفش ان هو ليه في العمليه دي. شهر واثنين وثلاثة يجي ياخد مني المعلومات ويمشي لغايه ما المحكمه بعتت له قالت له تعالى نحكم الراجل ده. نزلت جلسة 15-11 قلت للقاضي يا حضرة القاضي معارض عليها قضية الاغتصاب، يا حضرة القاضي أنا مش نايم مع مراتي من شهرين، إزاي أغتصبها ودي مراتي؟ أنا حيوان؟ ده الحيوان بيتحكم في غريزته يا أستاذ عيسى. طيب إحنا دلوقتي معانا مداخلة من الأستاذ شوقي الحسيني. ألو؟ أهلا بحضرتك أستاذ شوقي، مساء النور، اتفضل يا فندم. السلام عليكم، عايز أتكلم بس في موضوعين. اتفضل. تمام. هو اذا بليتهم فساد صح؟ عايز السؤال تاني يا فندم؟ بس سامعين كويس يا فندم، اتفضل. اذا بليتهم فاستتروا. نعم. اذا بليتهم فاستتروا. اذا بليتهم فاستتروا. انا بشكرك على التعبير الجميل، اذا ابتليتوا فاستتروا، ما قالكش المره تروح تتهم جثه هي والبوي فريند بتاعها في قسم الشرطه بخطف واغتصاب. فين الابتلاء يا فندم؟ انا اللي ابتديت بالابتلاء ولا هي اللي ابتدت بالابتلاء يا فندم؟ انا بشكرك وفعلا انا مؤمن بالكلام ده بنسبه 100%. مين اللي ابتدى بالابتلاء؟ المره بتروح على قسم الشرطه بتتهم جثه بالخطف واغتصاب وحفرها له حفره عشان تدخله الصين او تقتله؟ السيده كانت محفره حفره انها تقتلني وبدات الحفره هي والصديق. طيب يبقى فين بقى نتكلم على فتره السجن اللي اتحبست حضرتك 6 سنين في سجون الامريكا. جان يا سند المحامي ودخلنا المحكمه تمثيليه حصلت عليا. انا افهم في القانون المصري وليا اصدقاء محامين بقعد معاهم زي الاستاذ عيسى منير كده بقى محامي وحضرتك محامي واقعد واسمع الكلام ده. من اهم وسائل الاغتصاب هو انتهاك جسدي وبدني وعقلي. كل شيء ليه حدود. السيدة مريم عادل حليم موسى راحت للدكتور وكشفت التهابات من معاشرة جنسية. ما قالتش الدكتور ليه جوزي بيغتصبني، الدكتور هو اللي اتكلم ببلاغ للمحكمة للشرطة وللمحكمة كمان. طب لما راحت للشرطة والشرطة طلب منها تروح تقضي على الكشف الطبي لما اتهمتني باغتصاب قال لها روح اقضي على الكشف الطبي. ليه ما رجعتش للدكتور تقضي على الكشف الطبي تاني ليه؟ هو الأهون على المرأة تروح للمستشفى ولا تروح للشرطة؟ لو سألت 100 مرة قلت لها تروح المستشفى ولا تروح الشرطة يقول لك أروح المستشفى وما أروحش الشرطة. هي راحت للاتنين، راحت للشرطة وطلب منها كشف الطب وتحليل الدين رفضت وقالت لهم لا ده أنا وجوزي وعيلة وأناس وأصلا مش عاوز أهلي يضرب في مصر
وانا بتسطر عليه وانا هعمل وانا ظروفي وانا كذا، ومثل التمثيليه 3 ايام. لدرجه الشرطه حب يخدعها بالخداع الامريكي، قال لها روح اخضع للكشف الطبي وخلي التقرير الطبي معاك. هو مش محتاجها انها تروح لتخضع للكشف الطبي، هو مجرد ما هي خدعت لتحليل الدين بيبان عنده. هل تم الاتفاق يا اخ مدحت بين الزوجه وبين المحامي اللي هو انت موكله يدافع عنك؟ بنسبه 100%، وده مستندات رسميه يا فندم. الاسئله اللي سالها المحامي، وعرضت القضيه دي على اكثر من 10 محامين، وممكن اطرح لكم اساميهم هم ما يعرفونيش. احنا بلاش اسماء، اسامي ناس امريكيين ويهود. طيب. كمان طيب قالوا القضيه، قالوا الاسئله دي مرجح انها متفق عليها، والدليل انت محامي بتدافع عن واحده ست، لما تكون واقف قدام المحكمه في قضيه اغتصاب انت بتجيب ملف طبي من اول يوم اتولدت فيه لاخر يوم وقفت فيه في المحكمه. ليه خبى التقرير الطبيين بتوعتها في المحكمه؟ ما جابش سيرتهم خالص، تقرير 19/9 و10/10 دول كان يثبت، والقاضي لو عرف انها بتعاني من مرض لا يمكن يحكم عليك ان محاولك لكشف الطبي. هو واضح يعني ان هي تمثيليه متفق عليها من بين الزوجه والمحامي والصديق. وانا وحضرتك بنتبنى وجهه النظر الاخرى يعني. اكيد طبعا لعدم وجود اي حد يتكلم عنها، ما ده اللي باكد عليه طول الحلقه. عايزين بس انا استاذ محمد نقول للاخ مدحت، يعني ايه المصلحه، ايه المصلحه بين المحامي وبين الزوجه انه يخليه يبيع بالبلدي كده، يبيع موكله؟ يعني هي اديته فلوس؟ بص يا فندم، الانسان بيبيع لرغبات ماديه، رغبات جنسيه، لا للتعاطف، ادي الثلاث حاجات اللي ممكن يبيعها. هو بقى طيب. هو ما يقدرش يقول لك تعاطف لا، علشان وقت البرنامج بس مدحت عايزين نتكلم على فتره الحبس. حضرتك انت جايب قدامك اشاعات، فكلمنا اكتر عن الاشاعات دي والاصابه اللي حضرتك تعرضت لها في السجون. انا يا فندم بعد ما حصل ان المحامي بيعني استأنفت القضية في محكمة الاستئناف، خدت 5 سنين مناتوري، يعني 5 سنين واجب النفاذ، ما فيش ولا يوم اتشال عنه. نعم. No. من الطبيعي أي بني آدم يخسر القضية في المرحلة الأولى إن إحنا بنعمل استئناف. سموه باللغة الإنجليزية الأبيل. في محكمة الأبيل قدمت كل شيء وجبت محامي أمريكي يساعدني. نعم. No. والمحامي وافق إنه يساعدني بقضيتي. نعم. No. المحامي عرف اي انسان بيتحاكم في قضيه من الدرجه الاولى في امريكا لازم دايرك بيروح السجن الرئيسي. في السجن الرئيسي بتخضع لكل شيء، تحليل الدي ان اي شامل، تحليل دم شامل، فحوصات طبيه شامل. لان امريكا دوله متحضره حتى في السجون. نعم. الاستاذ عيسى لو متهم في قضيه ما بيودوه بروجرام للمرحله دي، يعني الاستاذ عيسى قتل، الاستاذ عيسى يروح بروجرام عشان يطلع من السجن ما يرتكبش جريمه قتل. نعم. الاستاذ فلان ارتكب جريمه اغتصاب يروح بروجرام للاغتصاب، متخصص للاغتصاب، مدارس في جوه السجن داخل السجن. نعم. عشان بعد 15 يوم بيظهر تحليل الدي ان اي بتاعك، بيبعت تحليل الدي ان اي لوزاره الصحه في كولومبوس ولاداره مصلحه السجون عشان ينزل الملف الطبي بتاعك. بعدها الوزاره بتحدد انت بريء، عارفاك، بس عاوز المحامي هو اللي يقدم. الدوله ما تقدمش انت براء، لازم تجيب محامي. انا جبت محامي، المحامي عارف الاولاني اللي هو اللي باعني القضيه عارف ان انا بريء. وهنا هيبان في الوقت ده كنت خسرت القضيه وكان قارب من سنه في السجن. مين اللي هيدفع ثمن السنه في السجن؟ نعم. الزوجه والصديق والمحامي، مش التعويض المادي فقط. القانون في امريكا صريح يقول لك الاستاذ محمد خبى جريمه لمده شهر هيتحبس شهر. نعم. سنه هيتحبس سنه. يقول لك انت كنت بتتهنى بره وهو بيتعذب وبريء وانت شايف بعينك براءته مخبيه. عشان كده القانون في امريكا واضح وصريح في القضيه دي. نعم. اتقدمت جبت محتر، راح عمل ايه في محكمه الابيل الاستاذ؟ راح وكل لي 2 اصدقاء ونصبوا عليه، خدوا مني 13000 دولار بوصل رسمي. اصدقاء محامين؟ محامين جم خدعوني، قالوا احنا هنساعدك في محكمه الابيل، واحنا ومنهم واحد عربيه ومن الكنيسة المصرية، قلت لي أنا من الكنيسة وهساعدك، ده أنا كنت جربت يا أستاذ عيسى أبوس على رجليه لما قالت لي من الكنيسة، قلت الله بعت لي ملاك من السماء. أستاذ مدحت اتكلمنا عن الإشاعات اللي أنا شايفها قدامي دي. اتفضل يا فندم، أنا هديك من الإشاعات اللي موجودة قدامي دي. ده يا فندم أنا هقول لك بدأت إزاي. طيب إحنا معانا على الشاشة دلوقتي صور الأستاذ مدحت ويلسون، أولاده بقاله 7 سنين ما شافش الأولاد. تقول لهم إيه يا أستاذ مدحت؟ أقول لهم يا رب ياخد حياتي وأشوفكم يوم واحد، ما عنديش كلام أقول أكتر من كده. أقول لهم أبوكم اتظلم وتعذب وخسرت أبويا وأمي وأنا في السجن. كنت لسه هسأل حضرتك، خسرت حياتي وأنا في السجن. كنت لسه هسأل حضرتك على الخسائر اللي خسرتها
وعمرك ما تقدر تعوضها بالفلوس. يا فندم اللي خسرته لا يمكن يتعوض. المال مش كل حاجة في الحياة. خسرت 5 مليون جنيه مصري ثمن حبستي، مش عاوز. خسرت أبويا وأمي اللي يمكن أبوها أخوها مات في 2009 بإيدي، عملت له كفن وفلوسي وعرق وجبيني. أم يسر ماتت، دفعت له ثمن الكفن. عذاب أكتر من كده أقول لك إيه؟ وأنا محطوط في سجن متهم في قضية اغتصاب مراتي، في عذاب أكتر من كده؟ في اغتصاب مراتي وأم عيالي؟ وين الدين؟ أروح للأنبا مكان يحكي يا سيدنا ساعدني، ما عندوش يساعدوني. وجوزوها في الكنيسة إزاي؟ أنا مش عارف يا أستاذ محمد. كل عمل إيه؟ شوف يا أستاذ محمد من شغل العذاب، أشكي المحامين في نقابة المحامين التلاتة بالنصب والاحتيال ويثبت عليهم الجريمة يبعتوا يضربوني في السجن. دكتور مسؤول كبير محترم بنته تقدمت للتحقيق وطلعت مذنبة، يبعت يخلي شرطي يدوس على رقبتي يكسر لي فقرتين في رقبتي واربع فقرات في ظهري والتكاليف الطبية معايا هزمتها لك قدامك. فين العقل يا أستاذ محمد؟ فين الدين؟ فين الأخلاق؟ بأي مسل، بأي دولة؟ ده ما يحصلش فيا حتى في أمريكا. أنا بناشد الدولة الأمريكية في كده، كل المستندات معايا يا سليم. ده يا فندم ورقة تثبت إن المحامين التلاتة وما تعلنهاش عشان أساميهم موجودة على الصفحة بتاعت السوشيال ميديا، محاولين لتحقيق في نقابة المحامين البارس السويشن المجلس التأديبي لنقابة المحامين كولومبس أهايو، موجودة قدامك يا فندم. اسم المحامها وقول لك استدعى للتحقيق مباشرة. في أمريكا ما تقدرش تستدعى محامي للتحقيق إلا ما يكون معاك مستند رسمي. هم استندوا إلى حاجة إن أنا ما أقدرش أدخلهم السجن، لأن أنا داخل السجن يسمونه باللغة العربية كده أو سجين، يسموه باللغة الإنجليزية إميت. من حقك تشكي وتثبت جريمتك، بس يقول لك اطلع بره السجن وقدم ضده دعوة وإحنا نوقفه وندخله. بس هم بيثبتوا عليه الجريمة لما يحولوا له التحقيق ويعملوا له قيصة يسموها رقم قضية معينة وتفضل مثبتة على اسمه مدى الحياة في البارس السويشي نقابة المحامين العلوة. ده قدامك يا فندم، المحامين التلاتة تحولوا باللغة الإنجليزية، والورق ده المستحد متحمل مسؤوليته لو كانت بالتزوير والساعة والتاريخ. قدامك يا أستاذ محمد، اتفضل. التلات محامين محولين التحقيق رسميا لإخفاء الجريمة، النصب والاحتيال وإخفاء الجريمة. المحامي الأولاني وقع في 6 أخطاء، المحامي الثاني وقع في 8 أخطاء لأنه تسطر على الأولاني صديقه. أستاذ مدحت، تخيل كده مراتك قاعدة معانا القعدة دي أنا وأنت أستاذ عيسى، وأنا بسألها أنت ليه عملتي كل ده؟ يا ترى إجابتها هتكون إيه؟ كان لازم نسأل شمشوم الجبار ليه دليل عملت فيه كده. طيب أستاذ مدحت، في الختام عايزك تبص للكاميرا وتقول كلمة وشوف عايز تناشد مين من خلال البرنامج. أنا عاوز أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقول أنا كنت في يوم من الأيام جندي في الجيش المصري، وعلمونا في الجيش المصري إزاي نحاسب، نحامي عن بلدنا وعن شرفنا وعن حياتنا وعن أولادنا، وأنا خسرت كل حاجة يا سيادة الرئيس. بناشدك باسم الإنسانية. أنت قلت في كلام بيذبحني لما تقول تقف قدام شاشة التلفزيون وتقول لو ما كانش يا رب ليه عندك خاطر خد بلزي. لا يا سيادة الرئيس، انت ليه خاطر عند ربنا يا سيادة الرئيس فوق الوصف. ده ربنا قال في كل جميع الكتب من اطعم فقيرا اطعمني. انت بتطعم فقراء يا سيادة الرئيس. من اكسى عريان اكسان، من اشفى مريضا. انت عملت كل المستحيل يا سيادة الرئيس. تاجنا على الرأس يتحط على دماغنا كله هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل العاملين في هذا الوطن، وكل الناس الشرفاء اللي بيحبوا البلد دي ومن اي بلد كان. مصر بلد تتحط على الراس من كل بلد الانبياء، بلد اللي جالها ابونا ابراهيم من اكثر من 4600 سنه، البلد اللي اتجوز منها امنا هاجر واول نبي سيدنا اسماعيل، البلد اللي عاش فيها سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب مات فيها واتدفن فيها، هي البلد دي اللي بنحكي فيها. تناشد مين تاني؟ انا عاوز حقي. بناشد السيد السفير الامريكي بمقابله شخصيا وطرح جميع الاوراق. بقول له يا سياده السفير، امريكا دفعت الغالي والنفيس في العراق وباكستان وافغانستان، اجمل جنود في العالم ضحت بهم امريكا عشان تنصف الحق. أول مساعدات إنسانية لكل العالم بتقدمها أمريكا، مساعدات اقتصادية عسكرية إنسانية في كل شيء المجالات بتشتغل فيها أمريكا. أنا طالب حق قصة الصعب. طيب أنا بضم صوتي لصوتك يا أستاذ مدحت،
بضم صوتي لصوتك. وزي ما اكدنا يا جماعه طول مده عرض الحلقه، الاطراف التي لها محور في هذه القضيه لها حق الرد في اي وقت. للاسف وقت الحلقه خلص، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي وحكايه جديده باذن الله. السلام عليكم.